طيب احنا عامه طبعا هي اجواء كلها فرحه وكلها بهجه، والاجواء دي موجوده في كل الدول العربيه، لكن اكيد كل دوله ليها طقوسها الخاصه. اكلات كمان لازم تكون موجوده في اول يوم العيد. في التقرير اللي جاي هنعرف عادات وطقوس الدول العربيه في ايام العيد. تختلف العادات والتقاليد لاستقبال عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء الدول العربية، لكنها تتحد حول نشر البهجة والسعادة في نفوس أفراد الأسرة من أطفال وشباب وكبار السن. وتتسم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الإمارات بطقوس ذات نكهة خاصة مع الحفاظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي، وتبدأ بتأدية صلاة العيد وزيارة الأهل والأقارب في مجموعات لتبادل التهاني. ومن أشهر ما يميز البيوت الإماراتية في أيام العيد ما يعرف باسم فوالة العيد، وهي المائدة الرئيسية التي يجتمع حولها أفراد العائلة، وتعتبر عادة متأصلة في الذاكرة الشعبية تعكس الأصالة والكرم وتؤكد أهمية التزاور ومعايدة الأهل والأقارب. وتتنوع حلويات العيد الشعبية مثل المنفوش والبلاليط واللقيمات إلى جانب الفواكه والمكسرات. وتستعد الأسر في البحرين للعيد بشراء الملابس الجديدة وتجهيز الأنواع المختلفة من العطور والحلويات والمأكولات المتميزة التي يختص بها الشعب البحريني، كالحلوى البحرينية الشعبية والسمبوسة الحلوة التي ترافقها القهوة العربية بالهيل والزعفران إلى جانب المكسرات. وتختلف مظاهر استقبال العيد في السعودية عن أي بلد آخر، حيث تبدأ مظاهر استقبال العيد قبل العيد نفسه، وتبدأ الأسرة بشراء احتياجاتها من ملابس وأطعمة مثل الكبسة والمرقوق والمراصيع والهريس. واعتاد المجتمع المغربي على جعل أيام العيد حافلة بخصوصية الأناقة والجمال، إذ يرتدي المصلون الجلباب الأبيض المخصص للعيد، فيما تحرص النساء على نقش أيديهن برسوم الحناء الجميلة باللونين البني والذهبي، إضافة إلى ارتداء القفاطين التقليدية بألوانها الملفتة والمميزة. وتتشابه طقوس الاحتفال بالعيد في بلاد الشام التي تحمل قواسم مشتركة مع خصوصية كل بلد على حدة. وتبدأ مظاهر العيد في بلاد الشام بأبو طبلة أو المسحراتي الذي يجوب البيوت معايداً الأهالي والجيران لإيقاظهم على صلاة العيد وتحصيل إكراميته بعد أن عمل طيلة شهر رمضان على إيقاظ الصائمين ليتناولوا السحور. زي ما تابعنا مع حضراتكم كده في التقرير طقوس العيد في عدد من الدول العربيه، بس في بقى كمان طقس لطيف جدا في تونس يا شاذل. اسمه ايه؟ اسمه حق الملح. ده عباره عن ايه حق الملح بقى؟ المفروض ان الزوج بينزل صلاه العيد، وبعد ما بيرجع بتبقى موجوده الزوجه في البيت بتقدم القهوه وطبق الحلويات. بعد ما بيخلص القهوه بيحط لها في يعني اي قطعه من قطع الذهب. بس دلوقتي طبعا ما بقتش مش لازم قطع الذهب، بس لازم يكون في هديه الزوج بيجيبها لزوجته غير اللبس وغير العاديه. في 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 حق الملح دي لازم يكون جاب لها هديه ليها هي يوم العيد الصبح. تسمع الموضوع ده؟ ده في تونس الكلام ده في تونس. ليه بقى حق الملح؟ عشان الستات بتتعب قوي في رمضان. صح. بتبقى صايمه وبتعمل الاكل وبتوضب البيت وبتاخد بالها من الاولاد، وفي منهم اللي بيشتغل، فده تقديرا للمجهود اللي بتقوم به المراه في رمضان. فهناك في كده بالنسبه لهم هذه العاده. انا مبسوط بالعادات دي عشان بتعرف على عادات جديده. المهم تكون تعرفت، ده المهم. الحمد لله. طيب